إذن مشاهدين الكرام، في هذه اللحظات نصل للتتويج الفائزين برموز هذا المساء. هنا تتويج مالك غزلان عبد الله بن محمد بن سعيد العيدة، هنا صاحبة الشلفة الفضية في هذا المساء، والتويوتا ستيشن جي اكس ار. نتابع من خلال هذه اللحظات تتويج الفائزين برموز هذا المساء مشاهدينا الكرام. وهنا خنجر زاهي لعبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. نتابع أيضا لحظات التتويج في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لمنافسات سن الحقائق. إذا مشاهدينا الكرام، هنا تتويج الفائزين برموز هذا المساء، الشلفة الفضية والخنجر الفضي في مساء هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، تابعنا أيضا هذه المنافسات المسائية.